من مدينة ليون الفرنسية ينضم إلينا المتخصص بعلم الفيروسات في مستشفى ليون الدكتور يحيى مكي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور يحيى. هل يمكن الحديث عن فشل أخلاقي كارثي كما وصفه إدهانوم في مسألة توزيع اللقاحات؟ هل هذا الشيء واقعي بناء على الإحصائية التي تم ذكرها؟ تحياتي لك وأشكركم على الاستضافة وحيي شعبنا في المملكة. لا سيدي الكريم، ربما ليس لهذا الحد، لأنه حتى الدول الأوروبية هي في أزمة للوصول إلى اللقاح بطريقة كاملة وعلى حسب السكان. معظم الدول الأوروبية لم تبدأ التلقيح، أكبرها من الدول الشرقية، حتى الدول الغربية. كم لقحت فرنسا؟ 66 مليون نسمة، أقل من 2 مليون ملقح. إسبانيا، إيطاليا، البرتغال غارقة. ليس هناك دول غنية لقحت 70% من سكانها، ونسينا وتركنا وهمشنا إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. الأزمة أزمة دولية عالمية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. السيد بايدن عندما تسلم يوم ترسيمه في السيادة رئاسة الجمهورية الولايات المتحدة، قال بالحرف سوف نلقح 100 مليون أمريكي في 100 يوم، يعني 1 مليون شخص يوميا. الأزمة التي وقعت فيها العالم وبينتها المنظمة المصحة بأنها تقول، القول ليس اليوم نحن في عدم مساواة، من بعد 3 أشهر 4 أشهر سوف نجد بأنه لقحنا 60-70% من الدول الأوروبية والدول الغنية، وتركنا ونسينا الدول الفقيرة. لكن الأزمة الحقيقية هي في كل الكرة الأرضية، فيه تقريبا 5 مخابر يصنعون اللقاح، شركتان أمريكتان، فايزر بيو أنتك وموديرنا. أوروبا بأكملها وبرمتها أقوى يعني اتحاد من بعد الولايات المتحدة الأمريكية، شركة واحدة هي أسترازينيكا وأوكسفورد السويدية، الروس من ناحية والصين. الباقي من هو الذي يصنع اللقاح؟ لا إيطاليا ولا إسبانيا ولا ألمانيا ولا النمسا ولا سويسرا. في آسيا اليابان، وما أدرك ما اليابان. ولكن الواقع الحالي دكتور يحيى، يعني البعض يتحدث بأنه التنافس بين الدول وأيضا الناس على تلقي اللقاح وتحصيل مبدئيا اللقاح هو أصبح الآن أكبر من تنافس هذه الشركات الأدوية والصناعية الطبية لإنتاج اللقاح، والحديث أيضا عن إجراء البحوث والفحوصات حول فعالية اللقاح للنسخ المتحورة لهذا الفيروس. ولكن ظهر مصطلح قومية اللقاح وتم تداوله بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، نظرا للتفاوت الذي نتحدث عنه ما بين حصة الدول الأوروبية والدول الغنية من اللقاحات ومقارنتها بالدول الفقيرة. ولكن يعني الاتحاد الأوروبي مثلا، وذكرته أنت، كان في مرمى انتقادات من الصحة العالمية عندما فرض على هذه الشركات أن تكون الجرعات الأولى لمواطنيه بغض النظر عن الأولويات لكبار السن أو حتى صغار السن. دور المنظمات تحديدا منظمة الصحة العالمية، هل يمكن الحديث عن دورها بشكل أكبر في هذه المرحلة، مرحلة الإنتاج والتوزيع، بغض النظر أيضا عن مبادرة كوفاكس التي يتم الحديث عنها الآن؟ نعم سيدي، لها الدور الأهم، وهي التي سوف تنصف وتكون عادلة لتوزيع اللقاحات، لأنه لها دورها ولها الخبرة. سنويا هي التي، ما الذي يلقح كل الأولاد البلدان الفقيرة؟ هي المنظمة الصحة بالنسبة لغلاف مالي سنوي تجهز كل، ليس فقط الكوفيد، نحن نتكلم عن كل لقاحات ضد الفيروسات والجراثيم والبكتيريا والطفيليات في إفريقيا في آسيا. لكن زيارة المنظمة العالمية للصحة إلى الصين كان لها 3 أهداف. الهدف الأول تحقيق من انتشار الوباء والفيروس والمخابر كيف تتعامل مع في دراسة الفيروسات. المرحلة الثانية كيف الصين استطاعت أن تتحكم في الوضع وتقضي على الفيروس. والمرحلة الثالثة هي كيف الصين سوف تنقذ الإنسانية وتنقذ الدول الفقيرة من توزيع اللقاح، لأن لها 3 لقاحات الصين، ولها القدرة أن تجهز ملايير من الجرعات حتى توزع عدلا وبأقل ثمن وربما تكرما وتبرعا. فالصين لها هذه القدرة. فأنا معك سيدي الكريم وأشكرك على الملاحظة بأن الدول الغربية اليوم حتى أصبحت هي التي نفت ولم تريد أن تعترف بقوتي كما تفضلتم، وأشكركم على إنصافكم في ذكر منافع لقاح سبوتنيك في الروسي. وأنا قلتها منذ شهر أغسطس، منذ أن ظهر علينا السيد رئيس بوتين
وأعلن نجاعه اللقاح، فأنا قلت روسيا قوية علميا وقوية في صناعة اللقاحات. فاليوم المفوضية الأوروبية السيدة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة أرسولا هي اتصلت شخصيا وطلبت بالنجدة بلقاح سبوتنيك، لأنه هذا النقص بينه. لكن النقص كذلك له تفاهمات سيدي الكريم، الشركات ليست شركات قوية وقادرة أن تصدر، ولأول مرة نطلب من شركة أن تحضر لنا مليار جرعة من اللقاحات. فهنا ربما الحكام والمسؤولين لم يهتموا بهذا، وكانوا ربما متخبطين بأنه هل نصل إلى اللقاح أم لا. فبفضل الله وعونه وبفضل العلم والمال وصلنا إلى اللقاح. فالجرعات الأولى التي وصلت مثل حتى بفايزر أعلن في أوائل ديسمبر الشهر الماضي من السنة الماضية آخر السنة، قال بأني سوف أصل إلى 200 مليون جرعة في آخر السنة، وصل إلى 50 مليون يعني جرعة فقط. في ظل هذا الحديث دكتور يحيى، عندما نتحدث عن إن كانت هناك مشكلة موجودة في مسألة إنتاج هذه اللقاحات من هذه الشركات، سواء فايزر بيونتك أو حتى استرازينيكا وغيرها من اللقاحات جونسون أند جونسون أو حتى المطعوم الصيني أو حتى الروسي، ما المشكلة في إنتاج كميات كبيرة؟ هل نتحدث عن إشكالية في لوجستية؟ هل نتحدث عن إشكالية مادية؟ أم أن هناك من يتحكم في إمكانية إنتاج هذه اللقاحات بأعداد محددة وعمليات التوزيع أيضا؟ لا كذلك، يعني أقدر كلامك العزيز علي، لأنه وصفت الوسائل، لأنه الشركات ليست لها القدرة شركة لوحدها أن تصدر أو تصنع أو تحقق لنا إنجاز مليار نسخة أو 400 مليون نسخة. كلهم يقول في آخر سنة 2021 أصل إلى مليار، لكن اليوم كم يصل؟ وهنا دور منظمة العالم الصحة أنها سوف تجمع كل صناع اللقاحات. الهند أكبر دولة مصنعة للقاح، كذلك ألمانيا، فرنسا هي أكبر من دول. واليوم نحن نتساءل لماذا فرنسا لم تحصل على لقاحها بنفسها وأصبحت تنتظر من أمريكا أو من بريطانيا. والسبب كذلك الذي زعل البلبلة والحوار الحاد هو خروج بريطانيا البريكزيت، وأصبحت بريطانيا في سيادتها فحققت اللقاح ووزعت اللقاح، وكانت أول دولة لقحت في العالم قبل حتى أمريكا. فهنا يعني منظمة العالم الصحة سوف تفرض، ولها القوة، فرضت هذا في لقاح انفلونزا، فرضت هذا في دواء الالتهاب الكبد السرطاني بالفيروس سي، الدواء مثلا لعلاج كبد سين السرطاني بفيروس سين كان العلاج لحد الآن في أوروبا وأمريكا 54 ألف أورو للمريض. فرضت المنظمة الصحة بأنه للدول الفقيرة 2000 أورو فقط، وبهذا الدور الجزائر، مصر أكبر متضرر من هذا الفيروس هو مصر، فأصبحت تعالج عدد كبير من المرضى. فالمنظمة الصحة سوف تجمع كل أصحاب القرار للشركات، وخاصة يكون تبادل الحفاظ على الملكية العلمية الخاصة، لأنه الروسي لا يستطيع أن يعطي معرفة صنع اللقاح الروسي ويعطيه إلى فرنسا مجانا وهكذا. فسوف يكون معاهدات سرية للحفاظ على الملكية الخاصة العلمية وتطوير اللقاحات من طرف عدد كبير من المصانع، حتى نستطيع أن نوفر على الأقل مليارين أو 3 ملايير لقاحات على سنتين. أنا قلت وأؤكد سيدي الكريم أنه مهما كان نبدأ التلقيح في 2021، إن شاء الله نكون وصلنا إلى ربما 40% من تلقيح السكان الكرة الأرضية في آخر سنة. 2022 نلحق إن شاء الله نصل إلى 70% 80% ونكون بدينا أن نقضي على الجائحة. لكن فيه جيوسياسي سيدي الكريم، فيه جيوستراتيجية سياسية، كيف الأردن العزيز علينا المملكة حصلت على اللقاح قبل دول أوروبية، كيف الجزائر حصلت على سبوتنيك. وهنا أصبح دور الحكام والسادة الملوك وكل أصحاب القرار نظرا لعلاقتهم الودية مع دولة من ما ودولة أخرى، وهنا حصلت على اللقاحات. لكن كيف نوزع هذا اللقاح عدلا؟ فربما المجلس الخليجي، الجامعة العربية، المنظمة الإفريقية، كذلك أهل الخير يساعدون على الحصول على اللقاح. ولماذا هذه الأزمة سيدي الكريم تعطي قوة ودفع لعلماء الأردن وعلماء لبنان وعلماء مصر والجزائر والمغرب وتونس والعراق وسوريا لوصول إلى شركة تصنع اللقاح يعني وتجهز في سنة، نستطيع أن نحصل على مدة أشكرك. سنة أن نحقق مصنع للقاحات إن شاء الله، ويصبح لقاح عربي إذا أردنا أن نقول. أشكرك من ليون الفرنسية، كنت معنا اختصاصي علم الفيروسات في مستشفى ليون الدكتور يحيى مكي، شكرا جزيلا لك.